عشانك وعشان كرامتك لا تتصل بحد أكثر من مرة إذا ما رد عليك مهما كان غالي عليك، ولا تبعت مليون مسج وينك قلقت عليك ليه ما عم ترد وين مختفي. بكفي تبعت مرة واحدة ولا تبحبش وراء بالسوشيال ميديا، ولا تحكي مع شخص ما عم يعطيك وجه ولا مجال. لا ترخص من حالك لأنه لو بده يحكيك ما طنشك ولا انشغل عنك. لا تدور على شخص اختفى فجأة من حياتك لأنك لو بتهمه كان خبرك وكان قلقك بعز عليه. عشانك وعشان كرامتك لا تفرض حالك على أي مخلوق مهما كنت بتحبه أو محتاجه. عز نفسك ولا تذلها.